اولا كنشكر جمعيه منظر الجميل اللي تحت لينا هذه الفرصه التعرف على اطراف المخدرات والاسماء ديالها اللي معظم الناس رجعوا مدمنين وكيتعطاو مخدرات. واللي كنشوف يعني المخدرات اللي ما عندها حتى شي فائده يعني بزاف الناس كيموتوا هذا. كنتمنى يعني امن الناس اللي يجبروا شي حل لهذه الظاهره وشكرا. غنمر الامن المدرسه يعطينا كلمه في الحمله التحسيسيه اللي قاموا بها جمعيه المنظر الجميل اليوم في قاضي عياد. فعلا حنا محتاجين لها بحاجه ليها، حاجه ماسه ليها، لان تتساعد وتتفسر وتتفهم التلاميذ شنو هما المخاطر ديال هذه الماده اللي استهلكت الكول اللي هي دخيله علينا، فعلا دخيله علينا، واللي تتوصل لواحد التلميذ بان حنا ديك التلميذ هو الاطر ديال الغد ان شاء الله، هما من الاطر. الا تهدك الوليد تهدى منا ولا هذا بان تهدى منا ولا شي حاجه، فين غادي حنا فين هما هاد الاطر اللي غادي يكونوا عندنا؟ بالعكس خصنا يكون عندنا واحد الاطر صحيه اللي يمكننا نرفعوا هاد المغرب ويدوا به الرقي ديالنا، وهذا ما عندهم. ان شاء الله. شكرا.